سلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هناخد موضوع من أهم مواضيع الطب عندنا اللي هي الأسيد بيز بالانس، وهيفضل موضوع الأسيد بيز بالانس ده معانا طول السنين بتاعتنا في الدراسة الكلينيكال اللي احنا ماشيين فيها. طيب والأسيد بيز بالانس ده أساسا موضوع، هل هو بيور فيسيولوجي؟ لا بصراحة ده جزء منه بايو كيمستري وجزء معانا فيسيولوجي، واحنا بنحاول نتكلم عن الأسيد بيز بالانس هحاول ان الجزء البايو كيمستري اللي معانا هحاول اديه بطريقة مبسطة تفيدني في فهم الأسيد بيز بالانس في الفيسيولوجي. طيب اول حاجة ابتدي بيها، ايه تعريفك للأسيد بيز بالانس؟ قال لي تعريفي للأسيد بيز بالانس، الأسيد بيز بالانس ده ريفير تو ايه؟ قال لي precise regulation of free hydrogen ion concentration في البودي فلويد. precise regulation يعني هنا كلمة precise ان انت بتعمل very 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 accurate regulation للهيدروجين ion اللي موجود فين؟ قال لي الهيدروجين ion اللي present في البودي فلويد، سواء موجود في الانترا سيلولار او في الاكسترا سيلولار احنا بنحافظ عليه. طيب اللي بنقيسه هنا والبي اتش اللي احنا بنقيسها بتبقى البي اتش اوف اكسترا سيلولار فلويد اللي هو الرقم اللي بيديه لنا وبنبقى خلاص حافظينه، اللي هو الافريج اللي احنا كلنا عارفينه ما بين 7.35 من 100 ل 7.45 من 100. طيب قال لي هنا عايزين بعض اللي هي المعلومات البايو كيمستري عن كلمة أسيدك والبيسك سوليوشن في الكيمستري العادية. قال لي طيب الأول كلمة بي اتش دي احنا خدناها منين؟ قال لي مشتقة من كلمة بوتنشيال هيدروجين، بوتنشيال أخدت منها كلمة البي وآدي كلمة هيدروجين، فبقنا هنا ريفير لكلمة بي اتش، البي اتش اللي بتدل على ايه مستوى الهيدروجين اللي موجود عندي في جسمي هي كلمة ايه؟ بوتنشيال هيدروجين هي البي اتش. قال طيب احنا هنا ويل اكسبريس الهيدروجين اين كونسنتريشن مثلا في سوليوشن اللي هو لايك الووتر، وهنقول ان الووتر ده ايونايزد لحاجتين، ايونايزد لهيدروجين اين وهيونايزد للاو اتش. الهيدروجين اين ده هو الاسيد، الجزء الاسيد، الاو اتش ده هو الجزء البيز بالنسبه للووتر اللي هي بيور ووتر عندي موجود هنا الووتر اتش 2 او، الاتش 2 او ديسوشيتد لايه؟ قال لي هيدروجين اين اهو اتفصل لوحده، ادي اللي هي الاو اتش. شايفين في البيور ووتر جايب لي ان الهيدروجين ايكوال ايه؟ ايكوال اللي هي الاو اتش في الاخر هنا هم دول ايكوال تو ايتش اصلا. فقال طيب يبقى كلمه اسيد وبيز هنا انا هبتدي اعرفهم وهعرف ان في حاجه اللي هي نيوترال خالص اكوردنج الاو اكوردنج، قال لي المستوى الهيدروجين واللي هي الاو اتش اللي موجود في السوليوشن بتاعي. ففي السوليوشن نمبر 1 قال لي ده البيور ووتر اللي قال لي فيه كميه الهيدروجين اين ايكوال كميه الاو اتش، فقسنا البي اتش لقينا البي اتش طلعت ايه؟ قال لي البي اتش طلعت 7. طيب بدأت اخد اللي هي السوليوشن نمبر 2، السوليوشن نمبر 2 احنا شايفين الهيدروجين اين اقل بكتير من الاو اتش، ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان لما هقيس اللي هي البي اتش بتاعتي، البي اتش بتاعتي هتطلع اكتر من السبعة، يعني البيور ووتر البي اتش فيها 7، لما قست اللي هو السوليوشن اللي كان فيه هيدروجين اين اقل من الاو اتش طلعت البي اتش بتاعتي اعلى من السبعة، هنا ده بنقول عليه محلول اللي هو البيز او هو الالكالي. اول حاجة لاحظتها هنا ايه؟ قال لي لاحظت هنا ان البي اتش زادت عن السبعة لما الهيدروجين اين كونسنتريشن قلت، فالعلاقة بين البي اتش وبين الهيدروجين اين كونسنتريشن علاقة عكسية، هيدروجين اين قليل البي اتش كانت عالية اعلى من الرقم بتاعي اللي هو النيوترال البيور ووتر اللي هو 7. قال لي طيب في السوليوشن نمبر 3 لقيت ايه؟ قال لي لا لقيت هيدروجين اين اكتر من اللي هي الاو اتش، طيب هيدروجين اين زياده اعلى من الاو اتش، البي اتش بتاعتي طلعت اقل من السبعة، اقل من السبعة يعني انا عندي اللي هي البي اتش ايكوال 7، ده البيور ووتر ده نيوترال، لو البي اتش قلت عن 7 ده معناه ان السوليوشن ده فيه تركيز هيدروجين كتير، يبقى العلاقه بين البي اتش وبين الهيدروجين هيدروجين اين علاقة عكسية. طيب في البيز قال لي لا ده في البيز هنا كان الهيدروجين اين قليل كانت البي اتش عالية اعلى من ايه؟ قال لي اعلى من السبعة. قال طيب في جسمنا هنا لو قست البلاد بتاعنا النورمال بلاد بي اتش بتاعي، وبنقول هنا دايما بنقيس في الارتيريال بلاد هيطلع ايه؟ قال لي هيطلع الافريج من 7.35 ل 7.45.
طيب ليه تمييز؟ لا ده ملهوش رقم، ملهوش ايه اي تمييز. يبقى البي اتش بتاعنا فيه اللي هي النورمال ارتيريال بلاد بي اتش 7.4 ل 7.45 من 100. طيب ملاحظين ايه؟ قال لي ده انا ملاحظ انها ده في ناحيه الالكالي، يعني احنا هنا اللي هي ده سلايتلي الكالاين بالمقارنه بايه؟ مقارنه بنيوترال بتاعي اللي هو 7. طيب ليه؟ قال احنا هنا جسمنا دايما كل الانتاج زي ما هشوف اللي هو الانتاج بتاعي كله اسيد، فبيبقى عندي الكالي ريزيرف في البلاد موجود، فاحنا هنا اللي هي البلاد بتاعنا بي ميل سلايتلي ايه؟ سلايتلي الكالاين. طيب قال احنا نقدر نعيش في وايد رينج من البي اتش ده، السيل بتاعتنا تقدر تتحمل وتقدر انها تعيش. قال لا ده انت لو بصيت للرينج الكومباتبل ويز لايف اللي اقدر اعيش فيه هلاقي الرينج ايه؟ قال لي الرينج من 6.8 ل 8. الله ده انا هنا 6.8، ده احنا كان هنا 7.35. ده انت بتتحرك في ارقام من جزء من اللي هي الجزء من رقم عشري. ليه؟ قال لي بيكوز اللايف از اونلي بوسيبل وذين ا نارو رينج اوف تشينج ان بي اتش، الحياه ممكنه في مايلد تشينج او فيري نارو تشينج ان اللي هي البي اتش. البي اتش عندنا هنا مش متحمل ان انت تقول في وايد رينج من التشينج، يبقى انا هنا التغيير عندي تغيير ايه؟ تغيير طفيف، واساسا احنا هنا ما بنقدرش نتحمل اي تغيير ماركت في البي اتش. قال طيب احنا كده بنبتدي نفهم شوية يعني ايه البي اتش، وعايزين نفهم المينينج اللي انتوا عمالين تتكلموا عنه. عمالين نتكلم عن اسيدوزيس وهنتكلم عن الكالوزيس واسيد والكالي، طيب فكرونا بيه من البيوكيمستري. قال هنا اول حاجة كلمة هيدروجين اين ده سينجل فري بروتون الريليزد فروم الهيدروجين اتوم. انا بتعامل مع سينجل فري بروتون، انا بتعامل مع وحدة اللي هي الهيدروجين 1 بلس دي اللي هي بتتعامل مع وبتتكلم عنها. قال لي طيب، قال لي في محلول او سوليوشن هيبقى اسيد وفي حاجات هتبقى الكالي. معنى كلمة اسيد ده بروتون دونر، ما هو الهيدروجين اين دي اللي هي اللي بتعامل معها سنجل فري بروتون، فالمولكيول اللي هيبقى بروتون دونر يدي بروتون بيدي الهيدروجين هسميه كلمة اسيد. قال لي واكوردنج للتعريف ده هقول ان الاسيد عندي حاجة من اتنين، ايزر سترونج اسيد او ويك اسيد. قال لي سترونج اسيد يعني ايه؟ قال لي شايف ال HCl ده؟ اه قلت له كومبليتلي ديس شيتد الهيدروجين اين والسي ال، فسمي ده سترونج اسيد. يبقى السترونج اسيد ده بيبقى ديسوشيتد اللي هي ديسوشيشن فيه كومبليت، الاتش سي ال اللي موجود عندي هنا ده بلاقيه كومبليتلي ديسوشيتد اللي قال لي الى الهيدروجين اين والسي ال. طيب قال لي فيه برضو حاجه اسمها الويك اسيد، مين هو الويك اسيد؟ قال لي الويك اسيد لايك ايه؟ لايك اللي هي الكربونيك اسيد H2CO3 هيبقى اللي هي انكومبليت ديسوشيتد، الين معادله كده اللي هي رايح جاي يا اما بتدي ايه الهيدروجين اين هنا بلس ايه؟ قال لي بلس الاتش سي او 3، فهنا ده بنقول عليه ويك اسيد. يبقى الاسيد تعريفه ايه؟ قال لي الاسيد هو المولكيول ذات كونتريبيوت هيدروجين اين للسوليوشن، مولكيول هيدي هيدروجين، شايفين ال HCl بيضيف هيدروجين للسوليوشن فبنسميه بروتون دونر. ايذر سترونج اسيد الديسوشيشن بيبقى كومبليت لايك ال HCl، ويك اسيد الديسوشيشن از ويك او انكومبليت لايك ال H2CO3 ديسوشيتد الهيدروجين اين اند البايكربونيت اللي هي ال HCO3. قال لي طيب ده بالنسبه للاسيد، هنا الكلام عن البيز هيختلف؟ قلنا مش هيختلف، يختلف عندي سترونج وعندي ويك، بس الاسيد هو ايه؟ ده بروتون اكسبتور او هيدروجين اكسبتور، يعني ايه؟ يعني هيتحد مع الهيدروجين عشان يريموف ات من السوليوشن بتاعي. يبقى المولكيول اللي هي ويل كومباين ويز هيدروجين اين تو ريموف الهيدروجين من السوليوشن ده اللي هو هيدروجين اكسبتور، ده كلمه بيز. وبرده اكوردنج للبيز عندي اللي هي ويك بيز وسترونج بيز اكوردنج تو ديسوشيشن. اكزامبل هنا الصوديوم هيدروكسيد ده السترونج بيدي اللي هي كومبليتلي ديسوشيتد للاو اتش اند اللي هي الصوديوم. يبقى احنا اتكلمنا عن يعني ايه كلمه بيز ويعني ايه كلمه اسيد. قال طيب نبتدي نتعرف على جسمنا، جسمنا فيه هنا كميه اللي هي فري هيدروجين عندنا. طيب فري هيدروجين اين كونسنتريشن في جسمنا قد ايه؟ قال لي هتتفاجئ ان هي فيري فيري مينيمال
اماونت رقم قليل جدا، الرقم ده هنا 4 وراء دي وراء 4 اصفار ملي مول بير لتر. يعني قال لي ايه؟ يعني هنا 4 من 100,000 ملي مول بير لتر. قال الرقم ده صعب في ان احنا نحفظه، طيب ممكن نسهله. قال نحفظ اللي هي 40 نانو مول. يبقى ده الليفل بتاع الهيدروجين ايون كونسنتريشن اللي موجود عندنا، اللي هي 40 نانو مول بير لتر. ده الكونسنتريشن اللي موجود في اكسترا سيلولار فلويد. طيب النمبر فيري لو ده جاي منين؟ قال لي هنا النمبر ده لازم اولا تعرف انك هتحافظ عليه ثابت. قال لي وحافظ عليه ثابت ازاي؟ قال لي لان انت عندك في حاجه اسمها انبوت وفي اوتبوت. لما الانبوت اللي داخل عندي يبقى ايكوال الاوتبوت، يبقى انا كده هفضل ان بالانس. يبقى هنا هحافظ على البالانس بتاعي. يبقى الانبوت اوف هيدروجين اين ماست بي بالانسد مع ايه؟ بالانسد باي الايكوال اوتبوت، علشان احافظ على كونستانت هيدروجين اين كونسنتريشن. العلامه دي بتاعت الهيدروجين بين القوسين، يعني هيدروجين اين كونسنتريشن في البودي فلويد افضل محافظه عليها. طب ويهمني بايه الهيدروجين اين ده اللي احنا تعبانين فيه؟ قال لك كل الاكتيفيتي والنورمال اكتيفيتي اوف اول انزيمز عندي معتمده على البي اتش النورمال بتاعتي والكونسنتريشن اوف هيدروجين اين. الانزيمز دي بروتينات، وكل حتى البروتينات الثانيه اللي موجوده ككارير على السيل ممبرين، كبامب على السيل ممبرين، كانزيم شغاله جوه السيل، عايزه النورمال بي اتش بتاعتي او كيب البي اتش بتاعتي نورمال. فهنا من غير بي اتش اللي هي اللي انا هحافظ عليها، كل الاكتيفيتي بتاعت جسمي هتقف. قال طيب عايزين نتعرف على السورس اوف هيدروجين اللي احنا بنقول عليه. قال الهيدروجين ده ممكن انت تاخده، يبقى انجستد هيدروجين، فهاخد جزء من بعض الفري هيدروجين اين ممكن انجستد في اللي هي الفود. طب انا كلت الاكل بتاعي هيبتدي يعمل ايه؟ قال لي الفود ده فيه بينتج اسيد، في اسيد برودكشن، في جزء هيبقى برودكشن. قال الجزء البرودكتد ده هنقسمه ايه؟ قال لي قسمه لتو تايب. التو تايب دول ايه؟ قال لي تو تايب هنسمي حاجه اللي هي هنشوفها فولاتايل اسيد. الفولاتايل اسيد ده معناه ايه؟ قال لي ده معناه ان هو ده السي او 2. قال لي يعني ايه؟ قال لي نشوف الميتابوليزم اوف الكربوهيدرات كاكزامبل. الميتابوليزم اوف كربوهيدرات، الكربوهيدرات هنا لما بعملها اوكسيديشن يعني بالايروبيك ميتابوليزم بتاعنا، فاللي هي الكربوهيدرات بتنتج ايه؟ قال لي بتطلع السي او 2 بلس ايه؟ قال لي بلس الووتر. قال لي طيب خلي بالك هنا السي او 2 ده انا هبتدي ايه؟ قال لي السي او 2 ده في معادله شهيره عندي، لما هبتدي السي او 2 يدخل في البلاد وديفيوز في البلاد هيحط المعادله الشهيره اللي بنسميها جولدن ايكويشن، اللي هي معادله ذهبيه او اللي هي الحاجه الستاندرد اللي هنفضل ماشيين عليها. بتقول ايه؟ بتقول السي او 2 بلس ووتر بيدي الكربونيك اسيد اللي هي الاتش 2 سي او 3 which dissociated الهيدروجين اين اند الباي كربونيت. طيب قال لي شرط في وجود مين؟ هل في وجود الكربونيك انهايدريس انزيم. ده الانزيم بريزنت ان موست سيل، ده انا شفت الانزيم ده موجود في الرينال تيوبولار سيلز لما كنت بعمل سكريشن للهيدروجين اين، قابلنا وعملنا نفس المعادله دي. موجود فين؟ في الريسبيريشن، لما قابلت لقيت فيه كربونيك انهايدريس انزيم ولقيته ولقيت الوظيفه بتاعته. طيب يعني ايه كربونيك انهايدريس؟ انهايدريس يعني بينتزع الووتر، انهايدريس اللي هي كلمه ان يعني نو، هايدريشن يعني انا بشيل الووتر. ففي اي مكان موجود يخلي السي او 2 يتفاعل مع الووتر اتحول ل H2CO3. ال H2CO3 ديسوشيتد لهيدروجين وال HCO3. قال لي طيب في البايوكيمستري لما بيحط لي السهم رايح جاي ده بيبقى معناه ايه؟ قال لي معناه ان انا ممكن امشي في الاتجاه هنا ده او امشي في الاتجاه العكسي. قال لي طب واكوردنج لايه؟ قال لي لو عندي زياده في اللي هي الناحيه دي يبقى اللي هي الاتجاه المعادله زيادة في السي او 2 يبقى يمسك في الووتر ويكون مور هيدروجين اين، يبقى عندي هيدروجين اين هيزيد. قال طيب لو العكس، انا عندي السي او 2 ده قليل، ده اللي هي ده اللي هو المنتجات وده المخرجات، يبقى هلاقي ايه؟ هلاقي الاتش سي او 3 تمسك مع الهيدروجين اين ويحصل ايه؟ ويحصل العكس. يبقى وجود هيدرو سي او 2 زياده الاقي ايه؟ الاقي اللي هي الهيدروجين يزيد، سي او 2 قليل الاقي الهيدروجين عندي الموجود في جسمي يقل. يبقى السي او 2 ده مصدر وثيق للاسيديتي اللي موجوده في جسمي. طيب ليه بسمي البرودكت اللي هي او الاتش 2 سي او 3 هسميه كلمه فولاتايل اسيد؟ قال لي لما اتنقل في البلاد هيوصل لمين؟ قال لي انا هيوصل لللنج، واللنج هتتعامل معاه، فالاسيد اللي هيبقى وجوده او الاسيد بروديوسد نتيجه لوجود
السي او 2 في جسمي هسميه كلمه فولاتايل اسيد. فولاتايل جايه من كلمه اللي هي متطاير. متطاير يعني ايه؟ متطاير يعني اللنج هي اللي هتتعامل معاه. اللنج هتعمل ايه؟ اللنج بتدخل وبتخرج. اللنج اللي هتعمل لي مين؟ لي خروج للسي او 2، يبقى مين لي هتتحكم في البي اتش بتاعتنا في الجزء اللي سميناه فولاتايل اسيد. طيب الباقي الميتابوليزم بتاعي انا مش كله كربوهيدرات الاكل بتاعي. قال لي باقي اللي هي الفود لايك البروتين اند الليبيد بتطلع اسيد، بس الاسيد هنسميه نون فولاتايل اسيد. كلمه نون فولاتايل دي بنسميها كلمه فيكسد اسيد. طيب الفيكسد اسيد ده خارج منين؟ قال لي هنا بروتين وفات. عندي هنا البروتينات، البروتين هنا بيخرج ايه؟ قال لي سلفوريك اسيد، ده البرودكت اوف بروتين ميتابوليزم، واخدينها في البايوكيمستري. طيب والفوسفوريك اسيد ده برودكت اوف ايه؟ قال لي الفوسفوليبيد ميتابوليزم. طيب قال لي تقريبا احنا بنخرج كل يوم من الميتابوليزم ده افريج من 40 ل 60 ملي مول بير دي، ده بيبقى انتاجنا من اللي هي البروتينات والليبيد الموجوده. قال طيب لو عملت هيفي اكسرسايز او سيفير ماسكولار اكسرسايز وحصل اكيوميليشن لللاكتيك اسيد اللي احنا متعلمينها، فده كميه من الاسيد بنضيفها. قال لي طيب في اذر؟ قال لي لو شخص اللي عنده ديزيز زي ايه؟ قال لي زي الديابيتس. احنا عارفين ان الديابيتس هنا بيحصل لهم ديابيتك كيتو اسيدوزيس، او في كيتو اسيدز بتتكون اسيتو اسيتك اسيد والبيتا هيدروكسي بيوتريك اسيد، دول فيكسد اسيد بيضافوا على الجسم عند الشخص اللي مين، مش عند اي حد، لا ده عند الشخص اللي هي الديابيتك، فده اللي بيكون سبب من اسباب ان هو بيدخل في الكوما. قال لي طيب ممكن في اذر فيكسد اسيد ممكن تضاف للجسم؟ قال اه في ناس مثلا تاخد نسبة السلسليك أسيد أو الأسبرين بياخدوه بكميات كتيرة، أو يكون حد عايز ياخد كميات كتيرة اللي هي توصل للبويزنينج وينتحر بيه. طيب قال في بعض البويزنينج اللي هي لايك الفورميك اسيد اللي هي ده الميثانول بويزنينج، ده ممكن تاخدوه في شرعي، وفي الاوكزاليك اسيد والجلايكوليك اسيد ده اللي هي من الاذر تايب اوف بويزنينج اللي هي ايثيلين جلايكول بويزنينج، فدول هنا بيضيفوا ايه؟ دول كلهم مواد اسيد بتضاف لجسمي فبسميها كلمه فيكسد اسيد. طيب الفيكسد اسيد ده اللي هو النون فولاتايل اسيد اللي الكومن بقى بعد ما خلصنا البويزن ده، البارت بتاع البويزن اكتر حاجه تبقى فاكرها الميتابوليزم من البروتين والفوسفوليبيد، الاكسرسايز لاكتيك اسيد ودي في الناس الطبيعيين كلهم، او ديزيز لايك اللي هي الديابيتس، والاخيره دي البويزنينج. طيب الفيكسد اللي انت بتضيفه مين اللي هيتعامل معاه؟ انت قلت لي ان هو نون فولاتايل، يبقى هلاقي اللي تتعامل معاه الكيدني. لو فاكرين الكيدني في المحاضرة اللي فاتت كانت تعمل ايه؟ ازود السكريشن اوف هيدروجين ايون عشان اتخلص من الاسيد، ومع كل هيدروجين ايون سكريتد برجع بايكربونيت هنا، بعمل في اللي هي الفلتر تدخل وتعمل ايه؟ البايكربونيت. البايكربونيت دي هي اللي بتعمل بافرنج للهيدروجين ايون وتقلل مستوى الهيدروجين ايون في جسمي. فاللي يتعامل مع الفيكسد اسيد هو مين؟ هو الكيدني. يبقى الكيدني اتعاملت مع الفيكسد اسيد. قال لي طيب لاحظت انا في المعادله اللي احنا قلناها ان الهيدروجين اين كونسنتريشن ده او كميه الهيدروجين الموجوده في الاكسترا سيلولار فلويد فيري فيري لو، دي كانت كام؟ 40 نانو مول بير لتر، ودي كميه قليله جدا جدا. فلو حبيت اعبر عن الهيدروجين اين كونسنتريشن هعبر عنها بطريقه اللوغاريتمات، لان طريقه اللوغاريتمات هي بتكبر اللي هي القيمه. فهنا يوزنج ايه؟ قال لي هنا هنعبر عن اللي هي البي الهيدروجين اين بمعادلة اللي هي البي اتش، المعادلة الشهيرة اللي هي بتقول لي ايه المعادلة دي؟ قال لي المعادلة دي هنا هي علاقة بين البي اتش وبين الهيدروجين اين كونسنتريشن. في الفورميلا اللي بنحطها بنقول ان البي اتش ايكوال لوغاريتم واحد على الهيدروجين اين كونسنتريشن. هي في الحقيقة البي اتش في بداية المعادلة لو احنا بنمشيها بالترتيب بتبقى دايركتلي ريليتد مع ايه؟ لوغاريتم واحد على الهيدروجين اين كونسنتريشن، تركيز الهيدروجين اين. بس احنا بنشيل علامه دايركتلي ريليتد لان احنا بعد كده هنحط ثابت وهنحول العلامه الريليشن دي ليساوي. الناس اللي سالتني في المعادلات وعايزه تعرفها من اساسها، قال لي لو حسبت اللي هي المعادله ان البي اتش ايكوال لوغاريتم واحد على الهيدروجين اين كونسنتريشن، فالبي اتش بتساوي لوغاريتم الهيدروجين اين كونسنتريشن ده، يعني هنلاقيها بتساوي 7.4، ده النورمال افريج بتاعي. لو انت مش عايز تحط قيمه البسط والمقام تحت ده، فممكن بدل اللي هي اللوغاريتم يبقى البي اتش ايكوال ايه؟ ايكوال ماينس لوغاريتم الهيدروجين اين كونسنتريشن. يبقى هنا في المعادلات عشان لو واخدينها في البايوكيمستري
الكيمستري بتتكتب ايذر بي اتش ايكوال لوغاريتم واحد على الهيدروجين اين كونسنتريشن او ماينس لوغاريتم الهيدروجين اين كونسنتريشن. طيب لاحظت ايه من المعادله دي؟ مش لاحظت ان احنا قلنا في بدايه المحاضره ان العلاقه بين البي اتش والعلاقه بين الهيدروجين اين كونسنتريشن علاقه عكسيه؟ وعكسيه ليه؟ لان الهيدروجين اين كونسنتريشن موجوده فين؟ في المقام. كل ما المقام ده كبر، الرقم بتاعي كبر، يبقى مقسم اللي هي الواحد على مقام كبير يبقى البي اتش ايه؟ البي اتش بي ال. ولو كان المقام قليل، مقام قليل يبقى البي اتش بي زيد. يبقى العلاقه بين الهيدروجين اين كونسنتريشن والبي اتش علاقه ايه؟ قال لي علاقه عكسيه. يبقى لما الاقي هنا كلمه اسيدوزس، اسيدوزس يعني هيدروجين اين كتير، قال لي في زياده في الهيدروجين اين، هيدروجين اين كتير، يبقى البي اتش بتاعنا ايه؟ البي اتش بتاعنا قليل، اقل من ايه؟ هيبقى رقم اقل من اللي هي 7 و35، لان انا قلت النورمال افريج هيبقى من 7.35 ل 7.45، يبقى الاسيدوزس اقل من 7.35. طيب لو قلت كلمة الكالوزس يبقى الهيدروجين اين كونسنتريشن اخباره ايه؟ هيدروجين اين كونسنتريشن يقل، البي اتش عندنا اخبارها ايه؟ البي اتش عندنا تبقى زيادة. يبقى في الكالوزس لما الاقي البي اتش زيادة اعلى من ايه؟ نثبت الارقام طول ما احنا بنتكلم في المحاضرة، اعلى من 7 و45، يبقى دي بي اتش عالية، يبقى ده الكالوزس. يبقى افهم على طول الكالوزس ايه مستوى الهيدروجين اين كونسنتريشن؟ الهيدروجين اين كونسنتريشن قليل. وده عرفناه منين؟ عرفناه من اللي هو الايكويشن اللي قال ان البي اتش ايكوال ايه؟ لوغاريتم واحد على الهيدروجين اين كونسنتريشن او ماينس لوغاريتم الهيدروجين اين كونسنتريشن. طيب ازاي هنعمل ريجوليشن للهيدروجين اين؟ ازاي اخلي الهيدروجين اين بتاعي في النورمال ليفل من 7.35 ل 7.45؟ لو قل اهو زي ما قلنا عن 35 ده انت اسيدوزس، لو زاد عن 45 ده انت كده الكالوزس. فالترم الكالوزس واسيدوزس اعتمد على الهيدروجين اين كونسنتريشن. اسيدوزس هيدروجين اين كتير، الكالوزس هيدروجين اين قليل. وهتعلم في المحاضره دلوقتي ان في حاجة هنا في الاسيدوزس والالكالوزس هنشخص ونقول هي ميتابوليك ولا ريسبيراتوري اتشينجز، وهفهم يعني ايه الاكسبريشن ده. قال احنا هنا علشان نعمل الريجوليشن اللي بتتكلموا عنه وافضل في كلمة بالانس وافضل بنورمال بي اتش 7.35 ل 7.45، وما روحش ناحية الالكالوزس ولا ناحية الاسيدوزس. شايفين الكالوزس بزيد عن 7.45، اسيدوزس بتزيد عن بتقل عن 7.35. هنا ادي الاتنين دول الدث اللي قلنا عليهم. علشان افضل في النورمال بالانس هنا احنا في بالانس بين حاجتين بنتعامل معاهم. ايه هما مبدئيا؟ هل انت هتلاقي جسمك بيتعامل مع تو موليكيول، البايكربونيت والH2CO3. طب وش معنى دول بالذات اللي هيبقى عيني عليهم؟ قال مش احنا عندنا معظم الانتاج CO2، فالCO2 هو المين ديترمينانت للهيدروجين اين كونسنتريشن اللي في جسمي، والCO2 مع الووتر بيدي H2CO3، ادي الH2CO3، والH2CO3 ده هو مصدر الهيدروجين اين الموجود بلس اللي هي البايكربونات الHCO3. فالعلاقه بين الHCO3 والH2CO3 هي اللي هتحدد لي اللي هي الاسيد بيز بالانس او البي اتش بتاعتي. طيب الريشيو بين اللي هي الاثنين دول اللي هي CO2 ده بيمثل ايه؟ بيمثل الH2CO3 بيمثل CO2 اللي هو ده في الووتر، وده هنا الكيميكال كومباينيشن بتاعي، ما هو ده برضو هنا ده بيمثل CO2. فهنا النسبه بين الHCO3 للH2CO3 هتبقى النسبه 20:1، هي دي النسبه اللي احنا النورمال اللي هنتعامل معاها وهنعرف حسبناها ازاي. يبقى هنا علشان اخد صورة او اوفر فيو للبي اتش نقول ان البي اتش النورمال 7.35 ل 7.45. انت عايز تعمل ريجوليشن لايه؟ لكفتين ميزان تبقى فيهم الريشيو بين الاتش سي او 3 للاتش 2 سي او 3 20:1. مين اللي هيعمل لك الريجوليشن ده؟ قال لي فيه 3 لاين اوف ديفنس
تو أبوز أسيدوزس أو الألكالوزس. يعني إيه؟ جسمك راح ناحية الأسد، أنا هحاول أرجعك للنورمال. جسمك راح ناحية الألكالي، أنا هحاول أرجعك للنورمال. أنا دايما هخليك في البالانس. مين التلاتة لاين اللي هي اللي أنت هتشتغل عليهم؟ قال لي هنشتغل أول لاين هي كلمة كيميكال بافر. كيميكال بافر من البايو كيمستري، دول اللي هي كيميكالز اللي رابدلي بسرعة وزن ميلي سكنز، اللي هي في خلال الثانية أو جزء من الثانية عملت إيه؟ قال لي بتعمل مينيمايز للي تشينج في الهيدروجين آيون كونسنتريشن اللي موجود. ده الفيرست لاين اوف ديفنس اللي هي اللي هيمنع الفلكتويشن في البي اتش. هتحاول ترجع لك البي اتش، البي اتش زادت، لا احاول ارجعها للنورمال. البي اتش قلت، لا احاول ارجعها للنورمال. هي هنا الفيرست لاين اللي بتعمل ديفنس هنا وتظبط لك، بس هي بتحاول تظبط من غير ايه؟ من غير انا هيبقى زي ما هتشوف دلوقتي هيبقى لسه في جسمي فيه اللي هي الديستربنس اللي محتاج الاذر تو لاين. مين الاذر تو لاين؟ قال لي هنا اللاين اللي بعد كده اللي يشتغل وزن فيو مينتس، ده اللي هي اللونج. يبقى اللونج برضو رياكت رابيدلي، ده في خلال دقايق بتعمل ايه؟ قال لي لما تعمل اليمينيشن للسي او 2، لما تخرج وتتحكم في السي او 2، فهي بتتحكم في ايه؟ قال لي بتتحكم في مستوى الهيدروجين ايون كونسنتريشن اللي موجود، فتقدر تعمل كوريكت اللي هي البي اتش وتشتغل وذين فيو مينتس. فهي اتحكمت في البارت اللي قلنا عليه ايه؟ الفولاتايل اسيد. طيب مين الثيرد لاين؟ قال لك دي الكدني، ودي بتمشي على مهلها قوي. دي هنا رياكت سلولي، ممكن تاخد اورز تو دايز علشان تظبط. طيب وهي علاقتها بالبي اتش علاقه بايه؟ لو كان هنا ده علاقته بالفولاتايل اسيد، فده علاقه الكدني معايا بالفيكسد اسيد. يبقى دي علاقه اللي هي بالفيكسد اسيد، الكدني بتعمل ريجوليشن للسكريشن اوف الهيدروجين وتتحكم في البايكربونيت وتظبط لك البي اتش بتاعتنا. يبقى مين الثري لاينز اللي هنتكلم عنهم؟ اول لاين اللي هو البفر، والبفر ده بيعمل ايه؟ بمينيمايز اللي تشينج في البي اتش، هنا بيظبط بيحاول يرجع البي اتش اللي هي توورد النورمال. هو الميزه فيه ان هو سريع، ان هو بيحاول ايه؟ يبقى ديفنس من الفلكتويشن اللي هيحصل في اضافه اسيد او اضافه بيس، ويشتغل في ثواني. يليه مين؟ يليه اللنج في دقائق، لانها تتعامل مع الكربون داي اوكسايد فتتحكم في الفولاتايل أسد. طيب والكدني هتبقى ليا hours two days وتتحكمني في الجزء اللي هي الفيكسد. طيب هنبتدي بمين؟ هبتدي بخط الدفاع الاول اللي واقف اجينست للتشينج في البي اتش، وهو البفر. فالبفر هنا هنقول الكيميكال بفر ايبل تو رياكت ايه؟ احنا لسه قايلنا immediately within milliseconds تكون مظبطه لي اللي هي او مرجعه البي اتش توورد ايه؟ توورد النورمال. طيب يعني هي اشتغلت اجينست ايه؟ قال لي اجينست السادن تشينج في البي اتش، بي اتش بتاعتي اتلخبطت فجاه. ممكن اللي هي المولكيول بتاعي ريليز الهيدروجين، اطلع الهيدروجين اين اللي هي ازود الهيدروجين لما كان البي اتش بتاعي ايه؟ البي اتش بتاعي زياده يعني ناحيه الالكالي. والعكس صحيح، ممكن اسحب الهيدروجين ايون اللي هو اللي موجود لو كانت الهيدروجين ايون زياده والبي اتش عندي قليله. يعني هي بتحاول تعمل ايه؟ يا اما تدي هيدروجين او تتحد مع هيدروجين على حسب البي اتش، بحيث ان هي تحاول ترجع البي اتش توورد النورمال. فهنقول هنا خط الدفاع الاول اللي موجود عندي ده موجود علشان يعمل ايه؟ قال لي هنا عشان يحافظ عليا او يعمل او كوريكت الفلكتويشن في البي اتش اللي هو الموجود. طيب ايه بقى تعريف البفر مولكيول ده؟ قال لي هو المولكيول اللي كان كومباين ويز اور ريليز الهيدروجين. ما احنا لسه بنقول لو كنت انا في ميديا، الميديا دي هايلي اسيدك، يبقى كومبايند ويز الهيدروجين، فاخفي الهيدروجين ايون من المحلول بتاعي. لو هنا كانت اللي هي الالكالي، فممكن اطلع هيدروجين ايون. هي دي وظيفه ايه؟ قال لي دي وظيفه اللي هي البفر. والبفر سيستم هنا بيشتغل علشان يعمل ايه؟ قال لي ده بيشتغل جاست ايه؟ قال لي هنا جاست ان هو يعمل تراب للهيدروجين اين، ده تيمبرلي هو سحبه من المحلول، هو بيحاول يرجع لك البي اتش توورد النورمال. لكن في الحقيقه انا حولت سترونج اسيد لويك اسيد، سترونج بيز لويك بيز، لكن في لسه ديستربنس. مين اللي هيبتدي هنا؟ هو اشتغل بسرعه لحد ما الريسبيراتوري سيستم والرينال ميكانيزم يبتدوا ايه؟ يبتدوا ياخدوا الخطوات بتاعتهم. يبقى هو جاست عمل ايه؟
only minimize the change في الهيدروجين ايون كونسنتريشن. طيب عمل اشتغل ازاي؟ قال لي الكيميكال بافر دي دايما هتتكون من حاجتين, ويك اسيد اند السولت اوف اتس كونجوجيت بيس. طيب في معادله شهيره اللي بيتعامل بيها البافر عندي هنا مع الهيدروجين ايون, ايه هي؟ قال لي هنا البافر يمسك بالهيدروجين ايون يدي هيدروجين بافر, او لو هنا في هيدروجين بافر بيعمل اللي هي في الاتجاه الثاني يدي الهيدروجين والبافر. يعني ايذر ممكن اتعامل مع الهيدروجين واخفيه من السوليوشن لما اخده معايا فبقى خلاص مش موجود فري هيدروجين ايون, ده لو كانت الاسيديتي عاليه. طيب لو هنا اللي هي الاسيد قليل ممكن اللي هي البفر ريليز الهيدروجين ايون فالمعادله بترجع بالطريق العكسي. يبقى هنا انا عندي الويك اسيد والسولت اوف اتس كونجوجيت بيز, اللي هي الويك اسيد والبيز اللي هي اللي معاه الكفتين الميزان دول بيكونوا حاجه اسمها بفر, واللي هي ان جنرال البفر اللي هي المعادله بتاعته اللي بيشتغل بيها ان البفر يمسك بالهيدروجين لما يكون الهيدروجين ايون ده زياده, فلما امسك بيه اختفى الهيدروجين ايون, يبقى المعادله مشيت في الاتجاه ده. طيب لو هنا اللي عندي نقص في الهيدروجين ايون المعادله تمشي في الاوبوزيت دايركشن وريليز الهيدروجين ايون. طيب احنا هنا كل عندنا مش عندنا بفر واحد, احنا عندنا دايما ميني بفر موجودين في جسمنا, والبفر كلهم بيشتغلوا ان كومباينيشن مع بعض بيكملوا بعض. فهنا علشان يحافظوا على ايه؟ يحافظوا على مستوى الفري هيدروجين ايون كونسنتريشن يفضل ثابت. طيب قال لي في ريليشن بين حاجتين, بين البي اتش بتاعتنا وبين الكونسنتريشن اوف البفر ممبر اللي هي الموجوده. فقال لي احنا بنعبر عنها بقانون اخدتوه في البايو كيمستري اسمه هاندرسون هاسلباخ ايكويشن. هاندرسون هاسلباخ ايكويشن قال لي ايه؟ قال ان البي اتش ايكوال بي كي بلس لوغاريتم اللي هي البايكربونيت على ال H2CO3. البايكربونيت بتمثل البيس و H2CO3 بيمثل الاسيد. طيب انا هنا شفت البي كي واول مره يظهر, يعني ايه كلمه بي كي؟ قال لي البي كي ده جاي من حساب الديسوشيشن كونستانت اوف الاسيد, الجزء اللي هو الاسيد ده بتاع البفر بيحصل له ديسوشيشن. المعادله الشهيره بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها ان ال H2CO3 ديسوشيتد للهيدروجين ايون اند ال HCO3. لما تحب تحسب البي كي بتاعتها قول البي كي ايكوال ايه؟ البي كي ده اللي هو الديسوشيشن كونستانت, ده ثابت للديسوشيشن اوف الكربونيك اسيد اللي هو ال H2CO3 لهيدروجين و HCO3. يبقى هنعبر عنه بالمعادله ان البي كي اللي هو الثابت ده يساوي ايه؟ يساوي الهيدروجين في البايكربونيت مقسومه على ال H2CO3, ودايما افضل اخليها اللي هي كلمه ثابت, يبقى الهيدروجين في ال HCO3 على ال H2CO3. يعني لو واحد منهم زاد لازم التاني يقل, لو واحد قل لازم التاني يزيد عشان نفضل في حالة ايه؟ في حالة اللي هي الثبات او اطلع بالرقم الكونستنت. قال لي مهم من الرقم ده احنا جبنا المعادلة بتاعتي اللي هي بتاعت البي اتش. يعني ايه؟ قال لي لو حبيت اخد الهيدروجين اين هنا واطلع بيها بمعادلة تطلع ايه المعادلة؟ قال لي الهيدروجين اين ايكوال اللي هي الكي اللي هي البي كي اهي اللي هي البي كي هنا في اللي هي ال H2CO3 على ال HCO3. يبقى أنا هنا لما تاخد الهيدروجين ايون بره عايز احسبها, فالهيدروجين ايون ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال ال BK في H2CO3 على ال HCO3. طيب الهيدروجين ايون دي لما احب احسب البي اتش فالبي اتش ايكوال ايه؟ ايكوال ماينس لوغاريتم الهيدروجين ايون كونسنتريشن. طيب علشان ده بالماينس لو حبيت احولها بالبلس يبقى هنا اللي في البيز يطلع فوق واللي فوق هنا ينزل تحت, يعني البسط يبقى مقام والمقام يطلع في البسط. ومن هنا جات المعادله بتاعتي البي اتش تساوي البي كي بلس لوغاريتم اللي هي البايكربونيت اللي هي البيس على الكربونيك اسيد اللي هي الاسيد. لان في زمايل كتير ليكم سالوني منين جت المعادله دي وازاي اتقلبت بيس فوق والاسيد تحت, يبقى الهيدروجين ايون اللي احنا بنعبر عنه عباره عن بي كي في اللي هي الكربونيك اسيد على البايكربونيت. طيب ما البي اتش عباره عن ايه؟ قال لي البي اتش ايكوال ماينس لوغاريتم الهيدروجين ايون كونسنتريشن. ماينس لوغاريتم يعني انت لما تحول الماينس دي لبلس قلنا بنعكس, البيس طلعت لفوق والاسيد نزل لتحت, فمش مطلوب مننا كل ده, المطلوب ان احنا نعرف ايه البي اتش ايكوال بي كي بلس لوغاريتم البايكربونيت على الكربونيك اسيد, البيس على الاسيد. طيب والبي كي دي عباره عن ايه؟ قال لي الديسوشيشن كونستانت اوف الاسيد بورشن اوف
ذا بافر كومباينيشن. الاسيد بورشن هنا في حاله اللي هي البايكربونيت، لان هو ده الكومن عندي كربونيك اسيد ديسوشيتد للهيدروجين اند الاتش سي او 3، فمن هنا حسبت اللي هي البي كي وظبطت المعادله بتاعتنا وطلعت كده. قال لي طيب لما بطبق اللي هي الايكويشن ده او بطبق القانون ده على البافر عندي اللي كومنلي بريزنت في الاكسترا سيلولار فلويد اللي اسمه البايكربونيت كربونيك اسيد بافر، فمن هنا الكربونيك البايكربونيت كربونيك اسيد بافر الديسوشيشن كونستانت الثابت بتاعه اللي هو المحسوب بيطلع كام؟ قال لي بيطلع 6.1. قال لي طيب لما بعوض هنا ب 6.1 اللي هي البي كي ده، فبلاقي ان الريشيو بين الاتش سي او 3 على الاتش 2 سي او 3 ايكوال ثابت المفروض اللي هي ال 20:1 اللي قلت عليها في البدايه عشان البي اتش بتاعي يطلع 7.4. قال لي بتجيبوها ازاي عشان اتاكد فعلا ان الريشيو دي 20:1؟ قال لي هنجيبها من اللي هو الهندرسون هاسلباخ ايكويشن وهنشوف هنطبقه ازاي. قال طيب نبتدي نطبق القانون ده، البي اتش ايكوال البي كي بلس لوغاريتم البايكربونيت اللي هي الاتش سي او 3 على الاتش 2 سي او 3. الله راحت فين الاتش 2 سي او 3؟ ده انت عوضت عنها بحاجه تانية خالص، عوضت عنها بالبي سي او 2 في 3/100. جبتها منين؟ قال كلينيكالي انت الاتش 2 سي او 3 عباره عن ايه؟ قال لي ده هنا بيمثلها الديسولفت سي او 2، لان الاتش 2 سي او 3 صعب جدا ان انا اقيسه في اللي هي البلاد، لانه رابيدلي ديسوشيتد للهيدروجين بلس الاتش سي او 3، فما عنديش فرصه ان انا اقيسه، فهقيس بدل منه ايه؟ قال لي الديسولفت سي او 2. الديسولفت سي او 2 ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال البي سي او 2 في الارتيريال بلاد. فاكرين البي سي او 2 اللي هو كان حوالي كام؟ حوالي اللي هو ال 40، ده رقم ثابت في الارتيريال بلاد، ضربناه في 3/100. الله والثلاثة من 100 دي جات منين؟ قال لي السوليوبيليتي كوفيشنت اوف السي او 2 اللي هي 3/100 في البودي في النورمال بودي تمبريتشر. فاكرين اللي هي الكلام بتاع الريسبيريشن اللي هي معدل الذوبان بتاع السي او 2، فالبي سي او 2 40 ودي 3/100، ابقى انا كده عندي كل الارقام بقت موجوده اللي اقدر احسب بيها البي اتش. ايه الارقام اللي موجوده عندك؟ موجوده عندي البي كي بتاع البايكربونيت كربونيك اسيد بافر اللي هي كام؟ 6.1 بلس لوغاريتم، لوغاريتم مين؟ البايكربونيت. البايكربونيت ده الرقم بتاعها او النورمال فاليو بتاعتها اللي هي ال 24، والبي سي او 2 هنا اللي هي الاتش 2 سي او 3 اللي عوضت عنه بالبي سي او 2 في 3/100، يعني 40 في 3/100. فلقينا ان احنا قدرنا نحسب من القانون ده اللي هي اللي عندي، قدرت احسب اللي هي المتغيرات او اللي هي الكميات اللي عندي. انا قارنت ايه؟ اتش سي او 3 دلوقتي في كفه والسي او 2 عندي في كفه. السي او 2 ده ايكوال ايه؟ اللي هي ال 40 ملم مركري اللي هي البي سي او 2، والاتش سي او 3 كام؟ 24 ملي ايكويفالنت بير لتر. قال طب طبق بقى البي اتش ايكوال بي كي بلس لوغاريتم البايكربونيت على البي سي او 2 في 3/100. البي كي هنا دي اللي هي بتاعت اللي هي البايكربونيت كربونيك اسيد بافر 6.1 بلس لوغاريتم، لوغاريتم مين؟ اتش سي او 3 24 ملي ايكويفالنت على الاتش 2 سي او 3 اللي احنا غيرناه بمين؟ البي سي او 2. البي سي او 2 كام؟ اللي هي 40، بي سي او 2 اللي هي 40 ملم مركري في الارتيريال بلاد، ضربناها في كام؟ 3/100 اللي هي السوليبيليتي كوفيشنت. 40 في 3/100 هتطلع 1.2. اقسم اللي هي ال 24 على 1.2، يعني الريشيو 20:1. يبقى شايفين الريشيو بين مين ال 20:1؟ الريشيو بين السي او 2، الريشيو سوري بين الاتش سي او 3، الاتش سي او 3 20 وللسي او 2 اللي هي كام؟ 1. دي النورمال ريشيو. اللي عندها البي اتش طلع كام؟ 7.4، لان لوغاريتم 20 على 1 1.3، ضفت 1.3 للستة وواحد من عشرة، يبقى المجموع 7.4. يبقى لما يكون البي اتش عندي نورمال بي اتش اللي هي الافريج 7.4، 7.4 اللي هي في الوسط ما بين كام؟ ما بين 7.45 اللي احنا بنقول عليها اللي هي كده اللي اعلى منها هنروح ناحية الالكالي، وال 7.35 اللي احنا لو قلينا عنها نروح ناحية الاسد. احنا ده اللي عايزينه، ان احنا نبقى في المنتصف حتى
بين بتاع النورمال اللي هو 7.4. 7.4 معناها ان الريشيو بين اللي هي البيز للاسيد ال HCO3 للبي سي او 2 20:1. القانون ده الهندرسون هاسلباخ ايكويشن هنا نقدر نطبقه على اي بفر لو انا عارفه اللي هي البي كي بتاعته معروفه والتركيز بتاع اللي هي التو كومبوننت بتوعه معروفين، الكونسنتريشن للبفر ممبر نون، فاقدر احط اللي هي القانون واطلع اللي هي البي اتش الخاص بيه. طيب لو الكونسنتريشن بتاعتك، ملاحظ هنا بص حاجه، لو الكونسنتريشن بتاعت البيز ايكوال الكونسنتريشن اوف اسيد، يعني لو عندي مثلا البيز تركيزها مثلا 20 واللي هي وتحت اللي هي الاسيد تركيزها 20، يعني التركيز متساوي 20 على 20 كانت هتبقى ايكوال ايه؟ ايكوال 1. لوغاريتم 1 ايكوال ايه؟ قال لي ايكوال 0. ففي الحاله دي هيكون ايه؟ قال لي في الحاله دي هيكون البي كي ايكوال البي اتش. يبقى بيقول هنا لما يكون الكونسنتريشن اوف الاسيد اند البيز ار ايكوال، يبقى ال pH of the solution equal mean، قال لي equal ال pK of البفر. طيب ازاي؟ قال لي ما هو لما تكون النسبة بتاعت البيز اللي هي في البسط هنا مثلا اخترت 20، واللي هي الكونسنتريشن بتاعت الاسيد في المقام اخترت 20، 20 على 20 بواحد، لوغاريتم واحد اللي هي log 1 equal ايه؟ قال لي equal 0. فهقول هنا 6.1 equal 0، يعني هنا ما فيش رقم، يبقى ال pK equal ايه؟ equal ال pH. يبقى للبفر لما يكون الكونسنتريشن اوف بيز ايكوال اللي هي الكونسنتريشن اوف اسيد، في الحاله دي البي اتش يساوي البي كي. قال لي طيب الافكتيفنس اوف البفر، احنا خلاص قلنا ان في عندي البفر اللي هي بتاع البايكربونات النسبه اللي هي النورمال 20:1 في البي اتش اللي هي كام؟ اللي هي 7.4. امتى اقول البفر ده افكتيف بفر؟ ايه اللي بيحدد الافكتيفنس اوف اي بفر سيستم هدرسه؟ قال لي حاجتين، الاماونت اوف البفر بير اللي هي البفر بير اللي هو مين؟ الاسيد اند اتس سولت اللي هي السولت اللي معاه، او كونجوجيتد اللي هي السولت البيز اللي معايا. طيب وكمان ايه؟ قال لي البي كي وعلاقتها بالبي اتش. قال لي يعني ايه؟ قال لي يعني كل ما كانت البي كي قريبة من البي اتش بتاعة الاكسترا سيلولار فلويد او الفلويد اللي انا هشتغل فيها، كل ما كان البفر ده مور افكتيف. يبقى هنا علاقة البي اتش او علاقة البي كي بتاعة السيستم بالبي اتش، قال لي the nearer the بي كي to البي اتش of extra cellular fluid the more is the effective of the buffer، كل ما كان البفر ده مور افكتيف. ده الحاجات اللي هتقول لي البفر ده هيبقى افكتيف او ليس افكتيف. طيب نطبق على البفر اللي موجود عندي في جسمي، واللي هي الفيرست بفر والموست امبورتنت بفر وهو موجود في الاكسترا سيلولار فلويد هو الكربونيك اسيد باي كربونيت بفر سيستم، ده الموست امبورتنت اكسترا سيلولار بفر. طيب يقول لي اول حاجه نتعرف على اللي هي الكومبوننت بتاعي. قال لي هنا ده البايكربونات بفر ده هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن اللي هو التو ممبر اللي هو السولفت في الووتر، والتو دول عباره عن ايه؟ ويك اسيد H2CO3 ومعاها السولت بتاعتي البايكربونات سولت. البايكربونات سولت هنا البايكربونات اللي هي ال HCO3 ماسكه بالصوديوم ايون، واتفقنا ان ولما يكون موجود في الاكسترا سيلولار فلويد فالموست اللي هي اباندنت او اللي هي الايونز اللي كتير بره اللي هو الصوديوم، فهيكون الصوديوم ايه؟ باي كربونات. يبقى التو كومبوننت عباره عن ايه؟ عباره عن الويك اسيد اللي هو ال H2CO3 والباي كربونات سولت اللي هي ال NaHCO3، دول اللي هم الكيميكال بفر بتوعي اللي هيبتدوا يتعاملوا مع الجسم في الحالات المختلفه. واندر نورمال كونديشن الريشيو بين اللي هي التو بفر دول ال HCO3 بالنسبة لل H2CO3 نسبة كام هنا في الدم؟ 20:1. عشان تحافظ على ايه؟ قال لي علشان احافظ على ال pH 7.4. قال لي طيب المعادلة الشهيرة عندنا اللي هي للبفر دول التو بفر ال H2CO3 بيبقى dissociated لهيدروجين وبايكربونيت، واللي هي الصوديوم بايكربونيت ان ايه؟ HCO3 dissociated للصوديوم والبايكربونيت. طيب اللي هي دول مين؟ دول المعادلات او اللي هي الكومبوننت اوف البفر سيستم. قال طيب علاقتهم ايه بقى عندي في جسمي؟ قال لي المعادله الشهيره اللي كل حاجه تطبقها اكوردنج للمعادله بتاعتي، ان وجود CO2 يدوب في الميه بيدي ال H2CO3. ادي هنا ال H2CO3 ده المكون الاول للكومبوننت بتاعي، مش احنا بنقول الكومبوننت اللي هي
او البفر عندي اللي هو الكربونيك اسيد، ادي الكربونيك اسيد، فين الباي كربونيت؟ قال لي هو على طول رابيدلي ديسوشيتد وبيدي الهيدروجين اين وبيدي الباي كربونيت، والباي كربونيت في الاكسترا سيلولار فلويد تبقى ماسكه بالصوديوم، يبقى الصوديوم باي كربونيت. قال طيب ازاي البفر ده بيتعامل مع التشينج او الفلكتويشن في البي اتش الموجود عندي؟ قال لي طيب على طول نجرب ونضيف هنا عندي ايه، قال لي نبتدي نضيف سترونج اسيد. سترونج اسيد لايك الاتش سي ال كان المفروض يعمل ايه؟ قال لي كان المفروض اوكي، قال هنا هنعمل ايه؟ قال نشوف هنضيف سترونج اسيد، سترونج اسيد لايك الاتش سي ال هيتعامل مع ويتش بارت في اللي او انهي كومبوننت عندي في البفر؟ قال لي هيتعامل مع اللي هي ده كده اسيد، يبقى الاتش سي ال اللي اتضاف يتعامل مع ان ايه اتش سي او 3 اللي هي البيز اللي موجوده عندي علشان يكون ايه. خلي بالك الاتش سي ال ده سترونج اسيد، هيكون ايه؟ قال لي هحول السترونج اسيد ده لويك اسيد اتش 2 سي او 3 وهكون هنا السي ال يمسك باللي هي الان ايه فيكون اللي هي الان ايه سي ال، فبالتالي حولت السترونج اسيد لويك اسيد، فبدل ما كانت اضافه السترونج اسيد تعمل ماركت تشينج ان البي اتش فهيحصل ايه؟ هل اللي هيحصل هنا نتيجة للبفر only small change small acidic pH change، يبقى دي معناها ان انت باضافتك او شغل البفر هنا هو لسه ستيل عندي اسيد ولا ما عنديش اسيد؟ عندي اسيد، بس بدل ما كان هيكون سترونج اسيد اتحول لويك اسيد، بدل ما كان يبقى ماركت اسيديتي وماركت تشينج في البي اتش تحصل وماركت اسيد، لا ده هتبقى ايه؟ هتبقى ويك. قال طيب نجرب العكس، اضافه بيز هتضيف ايه؟ قال لي هحط سترونج بيز لايك الصوديوم هيدروكسيد ال ان اي او اتش. طيب دي بيز هتتفاعل مع مين؟ قال لي هتتفاعل مع ال اتش 2 سي او 3 علشان تدي ايه؟ قال لي علشان تدي ال ان اي اتش سي او 3 بلس المرة دي اللي تكون عندي مين؟ تكون عندي ووتر، يبقى ملهاش لازمة. حولت الـ NaHCO3 اللي هي السترونج بيز دي اللي موجودة عندي حولتها إلى إيه؟ حولتها الويك اللي هي مين؟ اللي هي الـ NaHCO3. فأنت هنا بفرد ده عمل إيه؟ من حاجة سترونج لحاجة ويك فيحصل slightly alkaline pH change. هنا ده أنت السترونج بيز لو كانت فضلت موجودة كانت تعمل إيه؟ مار ماركت تشينج او ماركت انكريز في البي اتش، لا ده انا لما حولتها الويك اللي تشينج بقى اقل. ففهمتوا فكره البفر؟ البفر بيعمل ايه؟ البفر بيحاول ما يخليش يحصل ماركت تشينج في البي اتش، فبيحاول يحول اللي هي السترونج اسيد الى ويك اسيد، السترونج بيز الى ويك بيز، فيبقى اللي تشينج في البي اتش قليل. قال طيب البفر هنا اللي هو اشتغل هو عمل ده اللي هي مينيمايز تشينج اللي هي الهيدروجين اين كونسنتريشن، طيب انا اعمل ايه؟ ما انت ما قلت لي لسه في ستيل اسيد في ستيل بيز، يبقى هنا هيكمل مين؟ زي ما قلنا في بدايه المحاضره الريسبيراتوري سيستم والرينال سيستم يكملوا معايا الشغل وهم اللي يظبطوا البي اتش، وهعرف كمان مين اللي يمشي معايا لنهايه الطريق ومين اللي هيسيبني في تلتين الطريق. قال لي طيب الفيسيولوجيكال امبورتانس اوف بايكربونيت بافر سيستم، احنا قلنا عليه انه موست امبورتانت اكسترا سيلولار بافر، يبقى ده الموست امبورتانت. طيب هو الافكتيفنس بتاعته او اهميته ايه؟ قال لي طب بص كده البافر سيستم ده البايكربونيت بافر سيستم هو موست امبورتانت على الرغم من ايه؟ شايف بيقول لك على الرغم من ايه؟ في عيوب. ايه هي العيوب؟ الكونسنتريشن اوف كومبوننت ار لو، مش احنا قلنا هنشوف الافكتيفنس اوف البافر اكوردنج لايه؟ اكوردنج للكونسنتريشن اوف كومبوننت واكوردنج للبي كي بتاعته. قال لي طب الكونسنتريشن اوف كومبوننت قليل وادي البي كي 6.1 وانا عندي البي كي في الاكسترا سيلولار
فلويد اللي هو موجود فيها 7.4 من 10، 6.4 من 10 بعيدة جدا عن 7.4 من 10. طب احنا ليه بنقول عليه most important وبنقول عليه كويس؟ بنقول عليه كويس لان الكومبوننت اوف السيستم ده اللي انا بتعامل معاهم، بتعامل مع السي او 2 وبتعامل مع البايكربونيت، والسي او 2 والبايكربونيت كلوزلي ريجوليتد باي ايه؟ باي اللنج والكدني. يعني ايه؟ بيتظبطوا كويس جدا باللي هي اللنج والكدني، عشان كده بقول عليه effective buffer. ليه؟ ادي المعادله، مش قلت لكم دي الجولدن ايكويشن؟ هي المعادله اللي ماشيه معايا على طول عشان افهم البي اتش. السي او 2 ده هنا لما احطه اقول هيعمل ايه بالفنتليشن؟ هيخرج. واللي تتعامل معاه مين؟ اللنج. طيب والاذر بارت اللي هي او الكومبوننت التاني البايكربونيت، وتتعامل معاه مين؟ الكدني. من هنا جاء وقدرت اقول ان اللي هي اللي هي البايكربونيت كربونيك او كربونيك اسيد بايكربونيت ده اللي هي بافر سيستم، موست افكتيف بافر سيستم او موست امبورتنت اكسترا سيلولار بافر سيستم. طيب تاني بافر سيستم هيكون مين؟ قال لي ده الفوسفيت بافر سيستم. الفوسفيت بافر سيستم ده هنا موست امبورتنت او موجود في الانترا سيلولار سيستم وفي الرينال تيوبولار فلويد. هو عباره عن ايه؟ قال لي هو عباره عن ميكتشر اوف الاسيد فوسفيت. الاسيد فوسفيت الرمز بتاعه اهو في البايوكيمستري الاتش بي او 4، ده البيزك سوري بيزك فوسفيت، والاسيد فوسفيت اللي هو مين؟ ال H2PO4. شايفين الفرق؟ ادي الهيدروجين اللي هي واحد هيدروجين بي او 4، هنا ده 2 لان دي لما بضيف اضيف للاسيد اضيف ليها الهيدروجين فتتحول من اللي هي ال H تبقى H2PO4. يبقى التو كومبوننت اللي هي البيزك فوسفيت HBO4 والاسيد فوسفيت اللي هي مين؟ ال H2PO4. دول البافر سيستم اللي موجودين هنا او اللي هي الفوسفيت بافر سيستم. والفوسفيت بافر سيستم بالنسبه لنا في الفسيولوجي قابلني في منطقه مهمه جدا اللي هي قابلنا فين؟ ده قابلنا في اللي هي التيوبولار فلويد. لما عمل ايه؟ قال لي لما عمل بافر للهيدروجين ايون اللي كان سيكريتد لما بينتهي البايكربونيت، فده عشان نفكركم باللي هي بالهيدروجين ايون سيكريشن. فقال لي ان الفوسفيت بافر ده هو نوت سترونج بافر في الاكسترا سيلولار فلويد، بره السيلز لا ما مش ملوش قيمه. ليه؟ لان الكونسنتريشن بتاعه بيبقى قليل جدا بره السيل 1 ملي مول. طيب لكن موست امبورتنت فين؟ قال لي موست امبورتنت انترا سيلولار، ولان الكونسنتريشن بتاعه بيبقى عالي، وفي الرينال تيوبولار فلويد، وخصوصا قابلناه فين في الرينال تيوبولار فلويد؟ قابلناه في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. فاكرين هنا لما كنت بضيف اسيد قال لي ادي اضافه الاسيد لايك الهيدروجين لما كنا بنضيفه كان بيتعامل مع مين؟ مع اللي هي البيزك بارت، يتعامل مع البيزك بارت اللي هو الايه؟ ال HBO4. وال HBO4 هنا بيبقى ماسك بايه؟ باتنين صوديوم Na2HBO4. طب متخيلين لما اضيف HCl المعادله تمشي ازاي؟ قال لي المعادله هتمشي ال NaH2PO4 والصوديوم تاخد واحد اللي هي الكلور. يبقى انا كده بدل ما يكون عندي سترونج اسيد اللي هو ال HCl اتحول لويك اسيد اللي هي الصوديوم اللي هي اسيديك فوسفيت، صوديوم اسيديك فوسفيت NaH2PO4. طيب والبفر ده لو اضفت له بيز قال لي برضه هيقدر يتعامل معاه. لو انت اللي هي ال HCl قدرت اخفيه وحولته من سترونج لاسيد لويك اسيد، لا ده انا كمان هخفي لك السترونج بيز واحولها لويك بيز. طيب ازاي ان انا احولها؟ قال لي هنا المعادله الثانيه اللي هي هنا ال OH ده سترونج بيز، السترونج بيز دي لما تبتدي تتعامل هتتعامل مع مين؟ قال لي هتتعامل مع اللي هي ال NaH2PO4. طيب بتعمل ايه؟ قال لي تكون Na2HBO4 بلس الووتر اللي هو اللي تكون عندي هنا. فحولت السترونج اسيد حولتها سوري السترونج بيز حولتها ايه؟ قال لي حولتها للويك بيز، الويك بيز بلس اللي هي الووتر. فهنا انت بتتخلص من ايه؟ دايما البفر بيتعامل مع ايه؟ قال لي دايما البفر يحول سترونج اسيد لويك اسيد او سترونج بيز لويك بيز، فما يحصلش ماركت فلكتويشن في البي اتش. طيب الفوسفيد بافر ده احنا قابلناه، قال لي قابلناه في اللي هي الرينال تيوبيول، في التيوبيولار ليومن وخصوصا اوف ديستال كونفوليوت تيوبيول ماركت انكريس في الكونسنتريشن للفوسفيت كبفر. عملت له ايه؟ قال عملت اللي هي قيمه ليه وبقى هو عملنا بيه
بفر للسكريتد هيدروجين في الديستال كونفوليوتد تيوبيول. يبقى هنا الفوسفيت بفر ده بقى مهم خصوصا في اللي هي الجزء اللي هي الرينال تيوبيول في الديستال كونفوليوتد تيوبيول، وده كان لسببين. السبب الاول ان هو بقى جريتلي كونسنتريتد في التيوبيول، والسبب الثاني قال لي ايه؟ قال لي ان البي كي بتاعه هيبقى قريب من البي اتش اوف اللي هي التيوبولار فلويد اللي موجوده عندي، فالبي كي بتاعه هنا ايكوال 6.8 بيبقى قريب من اللي هي التيوبولار فلويد، لان التيوبولار فلويد اللي هي كونسيدرابلي بيبقى شويه فيها لور بي اتش، لان هي بتبقى شويه في سيكريشن باستمرار للاسيد اللي هو الهيدروجين اين اللي بيقلل من اللي هي البي اتش بتاعتها. لكن احنا بنقاوم الموضوع ده بايه؟ لما شرحنا الهيدروجين اين سيكريشن، ان دايما الهيدروجين اين سيكريتد يبقى بفرد بسرعه، وهنا ده بيبقى بفرد بمين؟ بالفوسفيت. فالبي كي القريبه من البي اتش بتخليه ايه؟ بتخليه جود بفر. يبقى لما يسالني الفوسفيت بفر هو سبيشيالي اهميته بتيجي فين؟ قال لي في التيوبولار فلويد اوف الكيدني، وخصوصا في الديستال كونفوليوتد تيوبيول، لانه لما مشي وصل للديستال كونفوليوتد تيوبيول بدات الكونسنتريشن بتاعته تبقى فيري هاي، بدا يبقى ايه؟ يبقى ليه قيمه، بدا يعمل ايه؟ بدا يعمل ليه اللي هي الهيدروجين اين سيكريتد يعمل لها بفر. وقال ان هي الفوسفيت هنا موجود في التيوبولار ليومن في والفلويد الموجوده عندي البي اتش بتاعتها بتبقى لور، بتبقى قريبه من البي كي بتاعت اللي هي الفوسفيت كبفر، اللي هي البي كي بتاعتي 6.8. طيب في هنا اخر بالبفر بنتكلم عنه اللي هو البروتين از ا بفر. طب ما البروتين ده جميل جدا، البروتين هيتعامل مع الهيدروجين، ممكن بفر هيدروجين او يتعامل مع الاو اتش يعني اسيدك ميديا واللي هي البيزك ويعمل لهم بفر. طيب ايه اللي بيميز البروتين؟ قال لي حوالي 60-70% من التوتال كيميكال بفر اللي موجودين في جسمنا اللي هم عباره عن ايه؟ عباره عن البروتين. يبقى البروتين ده هنا حوالي 60-70% من التوتال كيميكال بافر اللي موجودين انسايد السيل. فانا عندي عليا ده البافر ده موست امبورتنت بافر. البافر ده هنا اللي هو الانترا سيلولار بروتين اللي بيشمله ثلاث حاجات، بيشمله بلازما بروتين وبيشمله الهيموجلوبين وبيشمل كمان اللي هي التيشو بروتين اللي موجود. يبقى عندي هنا الانواع البروتين اللي بعتبرها كبافر، بلازما بروتين، عندنا الهيموجلوبين، عندنا التيشو بروتين. طيب ما احنا الهيموجلوبين احنا اخذناه كبافر في الريسبيريشن، خدناه كبفر في الريسبيريشن. ازاي الهيموجلوبين؟ مش الهيموجلوبين ده اللي بيتعامل مع الكربون داي اوكسيد لما وصل البلاد للتيشو وبدا ياخد السي او 2؟ فقال انتوا فاكرين المعادله؟ قال السي او 2 اللي دخل في اللي هي البلازما بقى في مصدر للهيدروجين اين، فكان الهيموجلوبين اللي هو ريديوسد هيموجلوبين بعد ما ساب الاكسجين هنا بيمسك بمين؟ قال لي بيمسك بالهيدروجين. فالهيدروجين بلس الهيموجلوبين بيدي ايه؟ قال لي بيدي الهيدروجين مع الهيموجلوبين، بدل ما يبقى فري بقى ماسك في الهيموجلوبين. وهو فري كان هيعمل ماركت تشينج في البي اتش وماركت اسيديتي، لما بقى كومبايند بالهيموجلوبين فهنا بيقلل من الاسيديتي في البلاد. والميكانيزم ده استخدمناه في ايه؟ قال لي دخول السي او 2 في الار بي سيز، لما وصلت للتشو السي او 2 موجود عالي، السي او 2 ديفيوز في الار بي سيز، كلام الريسبيريشن، سي او 2 بلس ووتر بيدي الهيدروجين اين والاتش سي او 3 في وجود مين؟ ما تنساش الانزيم الجميل كاربونيك انهيدريز انزيم. كون الهيدروجين اين، لو انت سبت الهيدروجين اين ده فري، والكلام ده كنا بنقوله ايام الريسبيريشن بس ما كنتش بتبقى قادر تفهمه، كان هيعمل ماركت اسيديتي. لكن الهيدروجين ده هيبتدي بقى ايه؟ لا هيمسك في ايه؟ قال هيمسك في اللي هي الهيموجلوبين. والبايكربونات فاكرين كانت تخرج بره في البلازما، البايكربونات ادخل مكانها كلور، ده هنا نيجاتيف ايون خرج، ادخل مكانه نيجاتيف ايون عشان احافظ على اللي هي الالكتريسيتي بتاعتي. فهنا دي اللي كنا بنسميها كلورايد شيفت فينومينا. وعلى مستوى اللنج بقى هنا في البلمونري سيركيوليشن المعادله تمشي في العكس، واخد السي او 2 يطلع اللي هي بالالفيولاي واتخلص منه، والبايكربونات بترجع والكلور يرجع للبلازما اللي هي العكس. فقال لي ان الهيموجلوبين لما اتحد بال
بالهيدروجين ومسك فيه، فاكيد قلل من الاسيديتي. والهيموجلوبين ده البفرنج كاباسيتي بتاعته 6 اضعاف البفرنج كاباسيتي بتاع كل البلازما بروتين اللي بتتكلم عنهم. ليه؟ لان هو موجود في اللي هي الاماونت بتاعت الهيموجلوبين اعلى بكتير من الاماونت اوف البلازما بروتين. طيب في الفسيولوجيكال رينج، فاكرين لما كنا بنقول في النورمال بي اتش كان بيبقى عندنا ايه؟ قلل دي اوكسي هيموجلوبين بيبقى بيتر ذان اوكسي هيموجلوبين از ايه؟ از ابفر. يعني هما الاثنين بيشتغلوا كبفر، بس الدي اوكسي هيموجلوبين بيبقى افضل من الاوكسي هيموجلوبين از از ابفر. يبقى احنا عندنا هنا ايه؟ قال لي عندنا كده اتعاملنا مع 3 بفر. في واحد اخذناه الموست امبورتنت اكسترا سيلولار بفر اللي هو كان الكربونيك اسيد باي كربونيت، وبعدين اتكلمنا عن الفوسفيت از ابفر، واتكلمنا عن الهيموجلوبين از ابفر. المين فيهم افضل واحد؟ طبعا هي كل واحد، هما التلاتة هيشتغلوا مع بعض، التلاتة بيحاولوا هما التلاتة يزبطوا اللي هو الهيدروجين ايون كونسنتريشن. طيب اللي موجود هنا البروتين، البروتين اللي موجود انسايد ذا سيل اللي هو الكمية كبيرة اباوت 60-70% قلنا من التوتال كيميكال بافرنج اوف ذا بودي فلويد موجودة انسايد السيل. بس هي مشكلتها ان عشان يعدي الهيدروجين ويدخل انسايد السيل فبيبقى دخوله اللي هي البرميابيليتي بتاعته قليلة، فعلى ما يدخل ويتعامل معاه فهي دي بتبقى مشكلة اللي هي البروتين كانترا سيلولار ايه؟ كانترا سيلولار بافر. طيب لكن الميزة فيها ايه؟ قال الميزة فيها ان اللي هي البروتين ده اللي هو الموجود البي كي بتاعته بتبقى قريبة من البي اتش الموجودة بتاعتي في الانتراسيلولار فلويد، فبيعتبر جود بفر اللي هي انسايد السيل. يبقى دول اللي هي اول لاين اتعامل مع اللي تشينج فيه بي اتش هي الكيميكال بفر. الكيميكال بفر دي المفروض الموضوع بتاعها بيور بايو كيمستري، واحنا حاولنا نقرب المفهوم بتاعها. طيب الكلام بتاع الفسيولوجي ريسبيراتوري ريجوليشن للاسيد بيز بالانس هنلاقي فيه جديد؟ مش هتلاقي فيه جديد، لان الكلام ده ديبندنت على الريسبيريشن. نحط فيه بعض الكلام البسيط. اي سيل فيه على طول باستمرار سيل ميتابوليزم، ونتيجه للسيل ميتابوليزم فيه باستمرار برودكشن اللي هي الكربون دايوكسيد. طيب والكربون دايوكسيد ده مين اللي هيشيله؟ اللي هيشيله اللي هو البلد. مين اللي هيبعته من البلد ده؟ هيبعته لمين؟ للريسبيراتوري سيستم او لللونج. فيبقى السكند لاين اوف ديفنس تو كنترول الهيدروجين ايون هي الريسبيريشن او الريسبيراتوري سيستم او مين؟ اللونج. طيب اللونج دي هنا هي موست امبورتنت. الكربون داي اكسايد ده عمال يخرج باستمرار قلنا من ميتابوليزم، وانا عرفت دلوقتي ان الكربون داي اكسايد ده وجوده هيبقى مصدر لوجود هيدروجين ايون، فالدم هينقله لللونج واللونج تخرجه بره جسمي، وتبقى الموست امبورتنت فانكشن اوف ريسبيراتوري سيستم انه يعمل ايه؟ انه يخرج الكربون داي اكسايد. لو انتوا هتبصوا في الارتيريال بلاد جازز، نقص الاكسجين ده مبيبقاش بنفس حجم الخطوره بتاعت زيادة السي او 2 اللي هيبوظ لي البي اتش. فهنا دايما بنقول وظيفة اللانج ان هي تخرج لي او تتخلص من السي او 2، دي الاولوية الاولى للريسبيراتوري سيستم. طيب الريسبيراتوري ريجوليشن للاسيد بيز بالانس هنقول ايه؟ قال لي نروح حاطين على طول المعادلة بتاعتنا الشهيرة، ان وجود السي او 2 اللي ديفيوزد في البلاد هيتحد مع مين؟ مع الووتر. في وجود مين؟ مين الانزيم الجميل اللي بيطلع اللي بيعمل انهايدريز؟ كربونيك انهايدريز انزيم. انهايدريز يعني ريموف الووتر، فيحول لي اللي هي السي او 2 الاتش 2 سي او 3 ديسوشيتد للهيدروجين ايون وادي الباي كربونيت. يعني السي او 2 زيادته مزوده الهيدروجين ايون عندي في جسمي، مزوده الاسيديتي. قال لي طيب ده بيعمل ايه؟ قال لي فاكرين زياده الهيدروجين ايون كان بتعمل ايه؟ قال الهيدروجين ايون ده استيميوليت الريسبيريشن عن طريق مين؟ قال لي عن طريق اللي هي البريفرال استيميليشن اوف بريفرال كيمو ريسبتورز، لانه كان نوت باس اللي هي البلاد برين بارير عشان يتعامل مع السنترال كيمو ريسبتور لو فاكرين في الريسبيريشن. طيب هيعمل ايه بقى زياده الهيدروجين ايون؟ الهيدروجين ايون يزود الفنتيليشن. يعني ايه يزود الفنتليشن؟ ورا بعض ورا بعض النفس، فيعمل دروب او ينقص السي او 2 فارجع الهيدروجين ايون كونسنتريشن توورد النورمال. كانك كده عملت نيجاتيف فيدباك ميكانيزم، ظبطت بيها ايه؟ قال لي ظبطت بيها الهيدروجين ايون كونسنتريشن. يبقى لان الهيدروجين ايون كونسنتريشن استيميوليت ريسبيريشن، وانا فكرتكم دلوقتي استيميوليت مين؟ البريفرال كيمو ريسبتور. فراح عامل ايه؟ زود الالفيولار فنتليشن اللي قللت اللي هي البي سي او 2 اللي يقلل الهيدروجين
ايون، فبرجع الهيدروجين ايون اللي هي الطبيعه بتاعته. فقال لي من هنا هبتدي اقول ان عندي حالتين، لو حاله اسيدوزيس بس ما تكونش اللونج هي السبب فيها فنسميها كلمة ايه، قال لي تبقى اسمها ميتابوليك اسيدوزس، وفي الحالة دي عندي اسيد كتير فاعمل ايه، قال لي تعمل هايبر فنتليشن. ليه اعمل هايبر فنتليشن؟ ما انا عندي اسيد كتير، اسيد كتير، يبقى انا لو عملت هايبر فنتليشن وطلعت او اتخلصت من السي او 2، كل لما اتخلص من السي او 2 اقدر اخد هيدروجين ويتحول للسي او 2 واعمل ايه، اخرج بره. يبقى لما الهيدروجين ايون كونسنتريشن يزيد ليا اباف النورمال، الهيدروجين ايون اهو نتيجه لوجود ايه، الميتابوليك اسيدوزس، قلنا ستيميوليت البريفرال كيمو ريسبتور، ستيميوليت الالفيولار فنتريشن، زود الفنتريشن. لما زود الفنتريشن قللت البي سي او 2 في الاكسترا سيلولار فلويد، فاقدر اقلل الهيدروجين ايون فانا رجعته للنورمال. قال لي طب لو العكس، ما عندكش اسيدوزس وعندك الكالوزس هتعمل ايه؟ قال لي كلمه الكالوزس معناها ايه؟ معناها ان الهيدروجين ايون الموجود عندي اللي هي قل، فالمصدر بتاعي قل، فاعمل ايه؟ اعمل هايبو فنتليشن. هايبو فنتليشن يعني ايه؟ هايبو فنتليشن هوقف النفس شويه، فهيحصل ايه؟ هيحصل اكيوميليشن للسي او 2، السي او 2 الاكيوميليتد يقدر يعوض الهيدروجين ايون الموجود عندي. يبقى زياده الهيدروجين ايون هنا عملت لي ايه؟ هايبر فنتليشن، خرجت اللي هي السي او 2 فكنترول الهيدروجين ايون. يبقى ميتابوليك اسيدوزس اسوشيتد معاها او كوركتد بايه؟ الريسبيراتوري سيستم يعمل معها ايه؟ هايبر فنتليشن عشان اطرد السي او 2. طيب والالكالوزس، ده هيدروجين عندي قليل، فهعمل ايه؟ اعمل هايبو فنتليشن، فيحصل اكيوميليشن للسي او 2، السي او 2 هنا يزيد فيعوض اللي هي الهيدروجين ايون. يبقى كده انا بدات اتعامل مع او الريسبيراتوري سيستم يتعامل مع اللي هي الاسيد بيز او المشاكل بتاعه الاسيد بيز، سواء اسيدوزس والكالوزس. بس لو المشاكل دي ما كانش هو السبب فيها، مش هو السبب فيها، فسميتها كلمه ميتابوليك اسيدوزس او ميتابوليك الكالوزس. زي ما قلنا في بدايه المحاضره ان اسيدوزس والكالوزس هنقسمهم لحاجتين، ميتابوليك او ريسبيراتوري. ميتابوليك لو اي سبب ضاف اسيد عندي او حصل لص لل HCO3 وما كونش الريسبيريشن ليه دخل بيه، يعني هتبقى مشكله مين؟ قال لي مشكله اللي هي الكدني. طيب لو كنت انا العكس اللي هي مشكلتي في الريسبيريشن كنت هسميها ريسبيراتوري ايذر اسيدوزس او الكالوزس. قال طيب ده كده الريسبيراتوري سيستم ده جميل وكوركت اللي هي البي اتش بتاعتي وهم مش هحتاج لحاجه تانية. قال لا، تعالوا نحكم على الافكتيفنس اوف ريسبيراتوري سيستم علشان يعمل كنترول للبي اتش. هنقول ايه؟ قال لي اول حاجه قلنا عليها، هنقول ان الريسبيراتوري سيستم عشان كوركت الهيدروجين ايون كونسنتريشن والبي اتش هيمشي تلتين الطريق بس ليا يرجعها للنورمال، لكن هو هيقف على كده بس. هو هيعمل الموضوع ده سريع جدا وزن ايه دقايق، في يوم مينتس هشوفها دلوقتي، ان من 3 ل 12 دقيقه تقريبا ممكن اعمل اكيوت ادجستمنت للبي اتش. بس عيبي ان البي اتش ده بدل ما انا اعمل كومبليت كوركشن وارجعه للنورمال 100%، لا ده الطريق بتاعي اللي همشيه تلتين الطريق بس وهقف. طب ليه مشيت تلتين الطريق ومش قادر اكمل؟ قال طب تخيل انت عندك هنا كان عندك ايه؟ قال لي لما كان عندي ميتابوليك الكالوزس كنت عايز تعمل ايه في ميتابوليك الكالوزس؟ عندي هيدروجين ايون كان ايه؟ قال لي هيدروجين ايون كان قليل اقل من النورمال، فعملت ايه؟ قال لي عملت هايبو فنتليشن اللي هي نتيجه الديبريسد ريسبيراتوري سيستم، هايبو فنتليشن علشان اعمل ايه؟ قال لي علشان اقلل اللي هي او اعمل اكيوميليشن للسي او 2. طب طول ما انت عامل هايبو فنتليشن السي او 2 عمال ايه؟ قال لي عمال يتراكم ويزيد. طب ما انا خدت في الريسبيريشن ان زياده السي او 2 فجأة هتجبرك على انك ايه؟ على انك تاخد نفس، هتعمل استيميليشن للريسبيراتوري سيستم فتروح موقفاك. يبقى انا ما هقدرش اعمل كومبليت كوركشن للاسيدوزس اللي عند الكالوزس اللي عندي. طب لو عندي اسيدوزس، اسيدوزس يعني هيدروجين ايون كتير، ميتابوليك اسيدوزس وهيدروجين ايون كتير، انت كنت بتعمل هايبر فنتليشن، هايبر فنتليشن عمال تعمل ووش للسي او 2 بتطرده بره، في السي او 2 عمال يقل. طب وكل لما يقل السي او 2 يعمل ايه؟ هيجبرك ويستمر
ستيموليت ريسبيراتوري سيستم او ريسبيراتوري سنتر عشان تاخد نفس. فهنا الكيميكال ريجوليشن دول اللي هي زياده السي او 2 او نقص السي او 2 هيجبروك ان انت توقف. فعشان كده احنا قلنا ايه، ان هو هيعمل كوركشن للتلتين ومش هيقدر يكمل الفول كوركشن. بس في ميزه انه باورفول، يعني هو بيعادل اللي الباور بتاعه البفر كلها مره، او اللي هي مره او مرتين او ضعف اللي هي الكيميكال بفر كلها مجتمعين، يبقى دي الباورفول بتاعته. لكن اللي هي احنا قلنا انه ليه ليميتد ابيليتي، ليميتد ابيليتي ما قدرش يكمل الطريق كله. الليميتد ابيليتي دي جات منين؟ لان البي سي او 2 ليه اوبوزيت افكت على الريسبيريشن، سواء انت مزوده او سواء مقلله هو هيخليك ما تقدرش ان انت تكمل. يبقى احنا لقينا الافكتيفنس اوف ريسبيراتوري سيستم فيها ايه، قال لي تقريبا لما اخدناهم في اربع نقاط. النقطه الاولى ان انا مشيت تلتين الطريقه علشان اعمل اللي هي الكوركشن وما كملتش لنهايه الطريق الفل، بس كنت سريع في خلال 3 دقائق ل 12 دقيقه كنت بعمل الكوركشن. وتالت حاجه انا في القوه باورفول، ضعف اللي هي كل الكيميكال كيميكال بافر مجتمعين. ورابع حاجه ان احنا اللي تعتبر عيب فيه انه ليميتد، والليميتد ده اللي خلاني امشي تلتين الطريق، لان سواء انت بتزود السي او 2 او بتقلل السي او 2 فالسي او 2 ليه اوبوزيت افكت على الريسبيريشن. هنا لو انا اكيميليت السي او 2 هيجبرني ان انا اخد اللي هي استيميليت الريسبيراتوري سيستم وابتدي اخرجه، لو انا ماركتلي ديكريس هيبتدي يقلل الليير ريسبيريشن عشان يحصل اكيميليت السي او 2 وهكذا. قال لي ممكن هنا اللونج نفسها، علشان قبل ما نسيب الجزئية دي، تكون هي السبب او هي المشكلة، لان انا قلت ميتابوليك اسيدوزيس وميتابوليك الكالوزيس خارج حدود الريسبيراتوري سيستم. طيب لو كانت اللونج نفسها، شايفين اللي هي على الشاشة ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان اللونج نفسها ممكن تكون هي السبب في الريسبيراتوري اسيدوزيس او الكالوزيس. السي او 2 كان عمال ايه؟ قال لي بيتراكم نتيجة لايه؟ قال لي ممكن نتيجة لاي سبب، عامل هايبو فنتيليشن. هايبو فنتيليشن السي او 2 تراكم، مشيت في المعادله اهي، فهنا هيبقى عندي هيدروجين اين زياده، نتيجه للهيدروجين اين الزياده يبقى عندي اسيدوزيس، هسميها ريسبيراتوري اسيدوزيس. طب العكس، السي او 2 قليل، نتيجه لايه؟ قال لي نتيجه لحالات الهايبر فنتيليشن. هايبر فنتيليشن ووشنج السي او 2، لما يقل السي او 2 يحصل دروب في الهيدروجين اين كونسنتريشن، فيعمل كلمه ايه؟ كلمه ريسبيراتوري الكالوزيس. يبقى ممكن اللونج نفسها تكون سبب في اسيدوزيس او الكالوزيس، فاسميها ريسبيراتوري اسيدوزيس او ريسبيراتوري الكالوزيس. كانت سبب في اكيوميليشن اوف كربون دايوكسيد، والكربون دايوكسيد يبقى سورس الهيدروجين ايون، تعمل اسيدوزيس. سبب في انه حصل دروب في اللي هي السي او 2 نتيجه للهايبر فنتيليشن، فهنا قل الهيدروجين ايون فعملنا ريسبيراتوري الكالوزيس. طيب اخر حاجه هنتكلم عنها الرول اوف كيدني في اللي هي ريجوليشن اوف اسيد بيز بالانس. هتعمل ايه الكيدني؟ قال لي طيب تعالوا نجمع اللي هي مميزات الكيدني. اولا هي الكيدني بنعتبرها الثيرد لاين اوف ديفنس اجينست التشينج في الهيدروجين ايون كونسنتريشن، ده خط الدفاع الثالث. خط الدفاع الاول كان البفر، خط الدفاع الثاني كان الريسبيراتوري سيستم، خط الدفاع الثالث عندك مين؟ قال لي عندي الكيدني. طيب الكيدني هنا كخط دفاع ليه جت تالت واحده؟ قال لي دي اللي هي الموست سلو وان، بتشتغل ببطء، محتاجه تايم، عايزه من حوالي اورز تو دايز، ممكن تقعد 12 24 ساعه. بس الميزه فيها انها هترجعه اكزاكتلي للنورمال بي اتش. انا هظبطك بقى للنورمال بي اتش. الريسبيراتوري سيستم اللي هي بنسميها ايه، خلي بيك في تلتين الطريق، لكن اللي هيكمل معاك الطريق ويرجعك للنورمال هي مين؟ هي الكيدني. تعمل ايه؟ قال لي والله ممكن اكسكريتنج اسيديك يورين علشان تقلل الاسيديتي في الاكسترا سيلولار فلويد، او اكسكريتنج بيزك يورين، ام اعمل ريموفال ايه، ريموف البيز من الاكسترا سيلولار فلويد، فاقدر ارجعك دايما البي اتش للنورمال. قال طيب تعالوا نبص لحاجه مهمه جدا، احنا اتفقنا ان اتش دي الكيدني عماله تفلتر قد ايه بايكربونات. قال لي 4320 ملي اكويفالنت من البايكربونات بيبقوا فلترد ديلي. وحسبناها ازاي؟ قلنا لو احنا بنقول ان جي اف ار ايكوال ايه، قال لي ايكوال 180 لتر بير
قد ايه ال 180 لتر دول بير دي؟ بنقول ايه؟ قال لي بنقول ان احنا بنضربهم في الكونسنتريشن اوف البايكربونيت اللي هي ال 24 ملي ايكويفالنت بير لتر، فدول هنا ال 24 في ال 180 بيطلع عندي الرقم 4320 ملي ايكويفالنت موجودين او فلترد بير دي. المفروض كلهم اعمل لهم ايه؟ قال لي اعمل لهم ري ابسوربشن وبرجعهم مره تانية لجسمي، لان دول بيعتبروا البرايمري بافر سيستم اللي هو بتاعي اللي موجود في الاكسترا سيلولار فلويد. يبقى شفتوا الاهميه لما اتكلمنا عن الهيدروجين اين سكريشن واتكلمنا معاها على البايكربونيت ري ابسوربشن، فقلنا كل الفلتر ده من البايكربونيت اللي هينزل مني ده مش مسموح لي ان انا افقده، ده انا لازم ارجعه للبلاد مره تانية، لان هو ده البافر سيستم بتاعي، البرايمري بافر سيستم اللي مظبط البي اتش بتاعي. قال لي طيب تعالوا نشوف الكدني هتعمل ايه في الحالات المختلفه، سواء حصل الكالوزس او حصل اسيدوزس. نبتدي الاول يعني ايه كلمه الكالوز. انا عندي هنا الكالوزس، في حالات الالكالوزس حصل ايه؟ قال لي حصل ريدكشن او ديكريس في الاكسترا سيلولار هيدروجين اين كونسنتريشن، هيدروجين اين عندي في الدم قل. طيب لما يقل الهيدروجين اين عندي الموجود في اللي هي البلاد، الكدني هتعمل ايه؟ قال له طب فاكرين الميكانيزم ده اللي تقريبا بيحصل في كل اللي هي الرينال تيوبيول، ان السي او 2 ديفيوز ويدخل جوه الرينال تيوبيول بلس اللي هي الووتر، في وجود الانزيم اهو الكربونيك انهيدريز اللي بيكره يشوف ميه قدامه فيخلي السي او 2 بايند بالووتر ويديني اتش 2 سي او 3 ديسوشيتد الهيدروجين اند البايكربونيت. كل المعادله دي بتحصل ديبندنت على ايه؟ ان بيكون عندي هيدروجين اين زياده، وانا دلوقتي فهمت ان هيدروجين اين زياده سورس مهم منه جاي من السي او 2، فانا لو سحبت سي او 2 كتير اهو هنا كنت هكون هيدروجين اين كتير واعمل سكريشن للهيدروجين اين، ومع كل هيدروجين اين سكريتد كنت بعمل ايه في البايكربونيت دي؟ قلت برجعها اهو مره تانيه بترجع للبلاد. رجوع البايكربونيت في البلاد كاني بعمل ايه؟ قال لك كانك بتعمل بفر للهيدروجين اين اللي موجود هنا. طب انت هنا عندك الهيدروجين اين قليل يبقى توقف ايه؟ قال لي اوقف المعادله دي فما هيكونش فيه سكريشن للهيدروجين اين، ما بقاش فيه سكريشن للهيدروجين اين. طب شوفوا كان الهيدروجين بيعمل ايه؟ شايفين الفلتر ده بايكربونيت اللي نازله في التيوبولار ليومن؟ المفروض ان اليومنال ميمبرين هنا امبرميبل للبايكربونيت دي، بس البايكربونيت دي كانت بتنزل بيخرج لها الهيدروجين يحولها للكربونيك اسيد اللي يحولها للسي او 2 والووتر، والسي او 2 رجعته جوه السيل وراح داخل في السايكل مره ثانيه ومكون الهيدروجين يبقى سكريتد والبايكربونيت اضيفها للبلاد. يبقى انا كده بمنع السكريشن للهيدروجين منعت الري ابسوربشن اوف ايه؟ قال لي منعت الري ابسوربشن اوف فلترد بايكربونيت. طيب ما انت لما منعت الفلترد بايكربونيت ومنعت السكريشن في الهيدروجين كاني منعت البايكربونيت اللي كنت هضيفهم على مين؟ قال لي كنت هضيفهم على البلاد، كنت هضيفهم على البلاد يعني هيعملوا ايه؟ هيعملوا بافرنج للهيدروجين اين. يعني ايه يعملوا بافرنج للهيدروجين اين؟ يقللوا اللي هي الكونسنتريشن اوف هيدروجين اين. طب ما انا ما دخلتش وما عملتلكش بافر، كاني رفعت بالظبط، كاني ايه؟ كاني رفعت الهيدروجين اين في البلاد. يبقى مع الالكالوزس حصل ايه؟ قال لي مع الالكالوزس حصل ريدكشن للهيدروجين اين كونسنتريشن، فالكدني ايه؟ تلقائي سكريت الليس هيدروجين. وهنا لما ما طلعتش، شايفين لما ما عملتش سكريشن للهيدروجين اين حصل ايه؟ شايف الكلام؟ فيل تو ري ابسورب اول فلتر ذا بايكربونيت، فشلت انها تعمل ري ابسوربشن للفلتر ذا بايكربونيت. دي فشلت ان هي كمان ان المعادله دي تتم، فيبقى عندي الري ابسورب ده هو. انا ما عملتش الري ابسوربشن لان ده كان الميكانيزم بتاعي اني ادخل سي او 2 والسي او 2 يمشي في المعادله دي مع الووتر ويديني الاتش سي او 3 اللي انا بعمل لها ري ابسوربشن، وكانت تدخل في البلاد تعمل لي بافرنج. يبقى انا زودت ايه؟ قال لي زودت الاكسكريشن، البايكربونيت دي كلها تخرج لبره تبقى اكسكريتد. طيب يبقى انت هنا لان نورمالي البايكربونيت دي كانت هتدخل تعمل لي بافر للهيدروجين اين في الاكسترا سيلولار فلويد، فانا ما بقاش عندي هنا بافر، فده هيرفع من مستوى الهيدروجين اين يرجعه توورد ايه؟ ارفعه يعني رجعه توورد النورمال. قال لي طب ده مع الالكالوزس. يبقى الالكالوزس الثلاث حاجات اللي حصلت ايه؟ قال لي انت شخصت الكالوزس،
احنا بنتكلم عن الكالوسز. قال لي يعني كان اللي هي ديكريز هيدروجين اين، يبقى منعت ايه؟ قال لي وقفت السكريشن اوف هيدروجين اين. لما وقفت السكريشن اوف هيدروجين اين وقفت الري ابسوربشن، خلاص ديكريز الري ابسوربشن، وقفت انتاج اللي هي البايكربونيت، النيو بايكربونيت اللي كنت برجعها للبلاد، يبقى دي في حاله ايه؟ قال لي حاله الكالوسز. قال لي طب ما تيجي نعكس الكلام ونقول عندنا حاله من الاسيدوزس. حاله اسيدوزس دي على طول يعني ايه؟ قال لي يعني في زياده في الهيدروجين ايون كونسنتريشن اللي موجود في الاكسترا سيلولار فلويد في البلد. طيب معناه ايه عندي هيدروجين ايون كتير؟ قال لي يبقى سي او 2 كتير هيبقى ويل ديفيوزد للسيل. سي او 2 كتير يمشي في المعادله، عندي هيدروجين ايون يتكون كتير، هيدروجين ايون ويل بي سكريتد. كل ما زاد السكريشن اوف هيدروجين ايون قدر يعمل ايه؟ قدر ياخد كل الفلتر ده باي كاربونيت ويرجعه في تيوبيول. برجعه في التيوبيول وبمشي في المعادلة مع السكريشن للهيدروجين آين، بضيف وحدة باي كاربونيت تدخل على البلاد. الباي كاربونيت اللي داخل على البلاد بيعمل ايه؟ بافرينج الهيدروجين آين اللي موجود، فيقلل من مستوى الهيدروجين ايون في البلاد. كلمه يقلل ان هو يرجعه تو نورمال ليفل لانه كان عندي زياده. يبقى الكدني عملت ايه لما كان في زياده؟ الكدني سكريت اديشنال هيدروجين ايون، دي هتفضل تطلع الهيدروجين ايون لحد ما تخلص كل الفلتر ده باي كربونيت، تعمل لها ري ابسوربد. يبقى دونت اكسكريت باي كربونيت، مفيش باي كربونيت خالص هتوصل لليورين، ده انا عندي هيدروجين هيفضل ينزل لما يروح واخد لي كل الباي كربونيت اللي فلتر، وكمان انتج نيو بايكربونيت كمان في الباقي. دي ده الرسمه دي احنا مكملينها في السكريشن بتاعت الهيدروجين اين، وعارفين ان احنا حتى لما بيخلص البايكربونيت انا عندي سورس بكون منه اللي هي نيو مولكيول خالص من البايكربونيت برجعها للبلاد مره تانية. دي بتعتبر اللي هي ايه؟ تعتبر بافرنج للاكسترا سيلولار فلويد للهيدروجين اين الموجود فيها، فترجعه توورد النورمال. ففي الكدني لما اثناء الاسيد قالت لك اسيد يبقى هيدروجين ايون كتير، طب الحق اعمل سكريشن للهيدروجين ايون، وهنا في نفس الوقت في الاسيدوزس ممكن يدروب في البايكربونيت، يبقى الحق اعمل كومبليت ري ابسوربشن للبايكربونيت والفورميشن او البرودكشن اوف اللي هي نيو بايكربونيت. فبالطريقه دي الكدني ريجوليت الاكسترا سيلولار فلويد او ريجوليت الهيدروجين ايون كونسنتريشن عن طريق ايه؟ يا اما تزود زي حاله اسيدوزس، زودت السكريشن، زودت او عملت كومبليت ري ابسوربشن فورميشن اوف نيو مولكيول من البايكربونيت، كوركت الاسيدوزس بالكامل، وهي اللي وصلت البي اتش لطريق اللي هي ايه؟ طريق الامان اللي هي كومبليتلي نورمال ليفل. لكن الريسبيراتوري سيستم سابه في تلتين الطريق لان في ليميتيشن للريسبيراتوري سيستم فوقفت فيها. يبقى هنا كده ايه؟ لما تكون بتتعامل مع اسيد او بيز علشان الكدني تتعامل، خلي بالك انها تتعامل مع حاجتين، مع هيدروجين ومع باي كربونيت. هناخد اللي هي الاكزامبل على الهيدروجين وتطبقه على الباي كربونيت. معنى ان عندك زياده في اللي هي البلازما هيدروجين ايون كونسنتريشن، يعني في زياده في السي او 2. طيب الكدني تعمل ايه؟ قال لك هتتعامل مع هيدروجين سكريشن الاول، ازود السكريشن. لما يزيد اللي هي السكريشن الهيدروجين ايون يبقى اكسكريتد في اليورين، وهيقل مستوى البلازما هيدروجين ايون كونسنتريشن ارجعها في النورمال. كل ما بتعمل هيدروجين ايون سكريشن ده بيساعد لك ايه هنا؟ يساعد لي على زياده اللي هي البايكربونيت ري ابسوربشن كونسرفيشن، هحافظ عليها، احافظ عليها لان ده اللي هي البرايمري بافر اللي موجود عندي في الاكسترا سيلولار فلويد. فده معناه ان انت بتعمل ايه؟ اقلل الاكسكريشن بتاعه في اليورين ويزيد عندي في البلازما ويرجع للبلاد علشان يعمل ايه؟ بافرنج ميكانيزم للهيدروجين ايون اللي عندي. وهنا لما اعمل اكسكريشن للهيدروجين اين واخرجه بره جسمي يبقى انا قللت من الهيدروجين اين. يبقى عندك كفتين ميزان بتتعامل معاهم الكدني، بتتعامل مع البي اتش عن طريق انها ريجوليت الهيدروجين اين، ريجوليت اللي هي الباي كربونيت، وبالطريقه اللي قلناها في المحاضرات اللي هي اللي قبل كده الخاصه بالهيدروجين اين كونسنتريشن. كده خلص الموضوع بتاع الاسيد بيز بالانس، والمحاضره الجايه على طول تبقى الاسيد بيز ديستربنس، نشوف بقى الديستربنس يتم ازاي وازاي يبقى ريجوليتد.